من final exam August 2022 problem 6. A blood sample is placed in a centrifuge rotor of radius 15 cm. The mass of the blood red cell is m equals 3 times 10 to the power negative 16 kilogram. And the magnitude of radial force required to make it settle out of the plasma is Fr 4 times 10 to the power negative 11 newton. في البارت A find the angular frequency of the centrifuge in order to obtain the required radial force الF. في البارت B when the rotor is switched off it comes to rest at a constant angular acceleration of magnitude 300 radians per second square. How many revolutions did the rotor go after it was switched off? في البارت A طالب الفريكوينسي يعني نجيب الأوميجا ومنها نجيب الفريكوينسي أو نجيب الفيلوستي ومنها نجيب الفريكوينسي. تطبيق لشابتر 5 عندنا الـ FR equals الماس الاتنين مدهومني والـ AR خلينا نكتب الـ AR الأول والـ AR إما V سكوير تقسيم الـ R لو احنا عايزين الـ V وممكن تساوي اوميجا سكوير ار لو احنا عايزين اوميجا نجيب الاوميجا ومنها نجيب الفريكوينسي. الاف ار 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 11 الماس 3 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 16 والاي ار اوميجا سكوير في ار اللي هي 0.15. اذا الاوميجا ايكوالز هقسم 4 times 10 power negative 11 تقسيم 3 times power negative 16 وتقسيم 0.15 طلع ناتج خدت الجذر التربيعي للأنسر طلع 942.8 راد بير سكند. واحنا عارفين ان الاوميجا equals 2 باي اف اذا نقسم على 2 باي اداني الفريكوينسي 150 ريف بير سكند دي الفريكوينسي ممكن نعبر عنها بالريف بير مينت ولكن مش ده مطلوب يعني جست ان احنا هنضرب في سكستي على جنب كده اور لو ضربنا في سكستي يطلع 9000 ريف بير مينت ولكن يكفي انك تعبر عنها بالريف بير سكند دي تعتبر هيرتز وحدة ريف بير سكند هي وحدة الفريكوينسي اللي هي هيرتز لعدد اللفات في الثانية الواحدة. في البارت بي طالب كم ريفوليوشنز حتى توقف عندنا الأوميجا حسبناها ب 942 أوميجا نوت 0.8 راد بير سكند شغلنا بالراد بير سكند في القوانين الفاينل أوميجا بزيرو والألفا بنيجاتيف لأنها توقف 300 راد بير سكند سكوير المطلوب نمبر اوف ريفوليوشنز هكتب القانون يعني عايزين قانون ما فيهوش تايم القانون الثاني اوميجا سكوير اوميجا نوت سكوير بلس 2 الفا دلتا ثيتا يدينا الدلتا ثيتا بدون الدخول في حساب التايم الفاينل انجولار فيلوسيتي بزيرو البدايه كانت 942.8 نربع بلس 2 نيجاتيف 300 يا ويلو اللي ينسى النيجاتيف لان مش هيطلع في حل للايكويشن مضروبه في الدلتا ثيتا اذا الدلتا ثيتا هتطلع بالريديانز نحولها بالريفوليوشنز هربع ال 942.8 واقسم على 600 طلع 1481.6 radians احنا عايزينها how many revolutions اقسم على 2 باي
طلع 235.8 revolutions، وده المطلوب.